بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير من هنا من ارضيه هذا الميدان. ميدان لبصير نرحب بكم عبر الهواء مباشره على قناه الريان الفضائيه. وعبر الراديو عبر الاثير الفم اهلا ومرحبا بكل من يستمع الينا عبر هذا النقل الحي والمباشر حضورنا الكريم نرحب بحضراتكم ايضا ضمن هذا الترحيب نرحب بكل من اتى وتعنى وحضر الى هذه المرحله الثانيه من عمر هذا المحلي السادس ومع يومها الاخير وهو يومنا الثاني بمشيئه الله تعالى المخصص لهذا السن لسن الحيل والزمول من مسافه السته كيلو متر هنا في هذا الميدان ميدان لبصير اهلا بحضراتكم ونتواصل بمشيئه الله بعد ان رحبنا بكم على الهواء مباشره نتواصل مع شوطنا الاول الرئيسي المخصص للحيل ضمن تحديات ومنافسات هذه الاشواط العامه برنامجنا في هذا اليوم وفي هذا الصباح يتكون من سته اشواط بمشيئه الله تعالى شوطين مفتوحه وشوطين خصصت للعمانيات وشوطين كذلك خصصت للانتاج والمنتجين نعم نعم أو نعم خصصت ستة أشواط أربعة أشواط بإذن الله تعالى مفتوحة وشوطين خصصت للإنتاج والمنتجين نبدأ بداية مع أول المراكز في هذا الشوط من تحتل الصدارة ومقدمة هذا الانطلاق هذه جبار الفهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم من يتواجد على اول المراكز ننتقل الى المركز الثاني ومن تاتي وصايف وصيفه على المركز الاول زايد بن خميس بن عويض المريخي من ياتي ويحتل المركز الثاني ننتقل للمركز الثالث الوصول والتقدم من شواهين منصور بن عبد الله بن علي العطيه من يتواجد مع شواهين على المركز الثالث ناخذ المركز الرابع اللي تصلنا هنا الراعبيه سالم بن طالب بن طالب بن عقيل من يتواجد مع الراعبيه على مستوى المركز الرابع الدور عند المركز الخامس اللي تاتينا وتحتل المركز الخامس هذه نجد تعود ملكيتها لسالم بن راشد بن محسن بن عبدان من يتواجد مع نجد مع المركز الخامس هذه نتيجتنا ايها الاخوه المتابعون اينما كنتم عبر الهواء مباشره هذا هو ندائنا الاول للمراكز الخمسه المتقدمه نعود واياكم الى شعار لحنيتم مع المركز الاول مع صداره هذا الانطلاق مع جباره فهيد بن محمد بن سعيد ال حنيتم هو من يتسيد هذه الاسماء هو من يتسيد هذه الشعارات بقياده جباره في هذه المقدمة وفي هذه الصدارة معاك يا فهيد بن محمد بن سعيد آل حنيتم ولكن نأخذ المركز الثاني اللي تتواجد على مستوى المركز الثاني شواهين منصور بن عبد الله بن علي العطيه احد الاسماء المرشحه لانتزاع هذا الشوط واحد ايضا الملاك القطريين الذين يتميزون بالانتاج الشخصي ما شاء الله تبارك الله نعم نعم منصور بن عبد الله بن علي العطيه يتواجد مع هذا الشعار الاخضر بالابيض والمرصع بالنجوم البيضاء أحد الشعارات التي صالت وجالت في كل الميادين نعم مشاهدينا الأفاضل الملقب بنجم المضمرين والله يستاهل يستاهل منصور بن عبد الله العطيه هذا الاسم نجم المضمرين يلا يلا يا ابو عبد الله نب الناموس نب الناموس بعد هذه المقدمه وتستاهلها ولكن طموحنا فيك الاكثر والاكثر ناخذ المركز الثالث اللي تتواجد على مستوى المركز الثالث هذه مرور حمد بن عنزان بن محمد النعيمي من يتواجد مع مرور اول نداء لها في هذه اللحظات في ندائنا الثاني تتدخل وتحتل المركز الثالث ناخذ المركز الرابع الوصول ايضا من اسم جديد مخيفه مبارك بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي من يتواجد على المركز الرابع المركز الخامس خامسا وصلت نجد على مستوى المركز الخامس تتقدم ولكن من الجانب الايمن يصل وتصل هنا رهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يتدخل مع رهام على مستوى المركز الخامس ايضا نجده تحتل المركز الخامس يعني المركز الخامس حائر بين الاسمين وهنا نجده ايضا تعود ملكيتها لسالم بن راشد بن محسن بن عبدان ولكن بنروح بنروح إلى مقدمة هذا الشوط الى مقدمه هذا الشوط مع جباره افهيد بن محمد بن سعيد بن سلعان الله يا سلام يا سلام يا فهيد يا فهيد خلك مثل الفهد خلك مثل الاسد يا فهيد حافظ على هذا المستوى حافظ على هذا العرض الجميل حافظ على مستوى جباره حافظ يا فهيد حافظ يا فهيد يا بن سلعان يا سلام يا سلام يا سلام خلك اسد وخلك فهد يا فهد ولكن يصل يصل الاسم المرشح لانتزاع هذا الناموس تصل وتتقدم في هذه اللحظات شواهين منصور بن عبد الله بن علي العطيه يتقدم من الجانب الايمن يريد التسلل نجم المضمرين هنا يتقدم في هذه اللحظات يتقدم من الجانب الايمن ولكن جباره حافظت محافظه على المركز الاول لا زالت جباره هي المسيطره على مقدمه هذا الشوط من بدايه الانطلاق حتى هذه اللحظات ولكن الوضع ما يطمن يا بن سلعان الوضع خطير 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 للغايه لان الاسماء اقتربت من بعضها البعض ناخذ المركز الثالث اللي تقدمت وتسللت على مستوى المركز الثالث من الجانب الايمن تصل وتتقدم هنا مرور حمد بن عنزان بن محمد النعيمي على المركز الثالث وعلى المركز الرابع الوصول من مخيفه مبارك بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي ولكن غير الجفالي المركز الخامس بعيد كل البعد نعود واياكم الى مقدمه هذا الشوط نعود مع الكيلومتر الاخير مع الكيلومتر الاخير يا بن سلعان يا بن سلعان يا راعي جبارة يا راعي جبارة فهيد بن محمد بن صعيده حنيتم من يتقدم هذه الاسماء يتقدم هذه النجوم الحيل الحيل, الحيل 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 الشوط الاول الرئيسي لسن الحيل في هذا في هذا الصباح وفي هذه المرحله ولكن لازالت الامور لازالت الامور مشاهدينا الافاضل مع جبارة تحرك شواهين تحرك النجم النجم نجم 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 المضمرين من الجانب الايمن منصور بن عبد الله بن علي العطيه يتقدم 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 يتسلل من الجانب الايمن قلت لك قلت لك يا بن سلعان قلت لك اسم خطير هذا الاسم خطير وقلت لكم يا مشاركين الله الله الله, الله بكوننا معلقين وايضا ايضا باحثين عن الاسماء من بدايه الموسم حتى نهايته نعم ان هذا الاسم من الاسماء النجوميه من الاسماء الخطيره من الاسماء المميزه من الاسماء المنتجه بامتياز الله يا سلام يا سلام يا سلام اذكركم بشواهين في رصيدها العديد من السيارات وثالث, وثالث كذلك ايضا على ثالث على كاس الوثبه اذا ما خانت الذاكره يا سلام تسلم يمينك يا ابو عبد الله منصور بن عبد الله بن علي العطيه مالك شواهين من حققت هذا الناموس واللي ما له ماضي ما له حاضر المركز الثاني تصل جبار فهيد بن محمد بن سعيد على المركز الثالث وصلت مخيفة مبارك بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي المركز الرابع تصل مرور حمد بن عنزان بن محمد النعيمي المركز الخامس وصلت فيه رهام جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل إذا مشاهدينا الكرام شواهين هي من حققت هذا الناموس الأول في الشوط الأول لهذا السن لسن الحيل منصور بن عبد الله بن علي العطيه نهنيه قاطعه مسافه سته كيلو متر في زمن مقداره تسع دقايق اثنين واربعين ثانيه اربعه وثمانين جزءا من الثانيه مره اخرى نهني منصور بن عبد الله بن علي العطيه على هذا الناموس